لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. المشكله 7 الصبح مروحه 7 الصبح علي بتشتغل ايه دي؟ اكيد ما دام مروحه 7 الصبح تبقى اكيد ممرضه. ليه بس كده علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغاله رقاصه يعني. اه والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصه وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانه عند مهند. في الشقه ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكره مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم فلوسك حرام. امسك يا هانم. واحد اثنين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله حيدك مرزاه قوي. ضاع واحد جه ثلاثة. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حتي؟ تعالي تعالي يا بنت اتصلي من عندي انا من هنا الدقيقة بخمسة جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي واديها ب4 جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى اديها ب5 جنيه. طب عليا انا ب3 جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى اديها ب5 جنيه. طب اديها ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده هو. ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه؟ خلاص بقى يا جدعان خلاص انا هحلها يا جدعان. خد اختي كلمهم من عندي، كلم امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك ايه يا اختي؟ انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. مش حافظه رقم امك كده عشان الباقة بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي هي ام هناء عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاشنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاشنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاشنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاه على الموبايل. ما انت غريبه يا ست هانم، حد يسجل رقم امه على الموبايل. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت بتطلع عينين عليه من الصبح؟ عمار يابا. ايوه يا دوب ده البيت بتاعي يا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللو؟ ايوه اسمك اللو. هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟ دي التك توك. تك توك؟ اه التك توك. انت فلاح؟ اه. لا ده شيفروليه. دي شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيره؟ مش في سامسونج كبير؟ اه. وفي سامسونج صغير؟ اه. دي شيفروليه صغيره. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد اللذين عاملينها صغيره عشان الزحمه؟ طبعا. عبار يا ما. اسمها مصر يا ابني مصر. اه ده انتوا عالم فاضيه بقى ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر، انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا احمى
يا محمد خو فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا ما احنا نقول يا احما وفي الدال فلع على القطه اشوف اكل عيش. يا سلام. امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا ما انت عشان قريب من تعرف انت لو بعيد شويه هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه. طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط واهبل وهتتلف بالجزمه. مات. طب اقول لك امشي من هنا يا بدل مقلبك زعاف. طب تمسك شعري؟ امسك شعري ونبلا نضربك. ايه ده؟ انت بتضربني؟ اه ايوه اضربك. انا مش هضرب، انا هاذيك في اكل عيشك. لا اهو. لا اهو اضرب كمان وكمان هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد تعال تعال يا اسطى دباني تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. انا مكتوب لي الشقه معاك يا حبيبي. يلا يلا خبرت في امها. بس 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 ماشي يا اولاد اللذين. يلا يلا روح هاكو اضحكت يا يلا يا حبيبي. استنى يا يلا اضحكت يا ايه ناقصين تعب احنا وفرهضة على الصوت. اجي خد يا حبيبي تعال. ايه ايه ده ما جيت ايه الطفل السامج ده؟ اهدى يا ماشي ماشي. ايه اللي مهما معزه واقفه قدامي؟ ماشي ماشي. ايه ماشي انت طيب يا دم خمر انت يا الله يخليك. طيب والله بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه، انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل، الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل، وكل اللي اعرفه عنك انك جوز فكيها، انما انت شغال ايه؟ سرماطي جزماجي يعني. اه طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمه رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده قفاك؟ آه. امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار يا ما عمار يا ايه؟ يا ما لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكملها. مش احنا مش في وقت ضحك ده. ماشي. إيه انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط، انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي ايه؟ اموه مش هنقول. انت اصلا شرماتي اصلا ما تعرف تعمل حاجه. ايوه 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 اموه بس 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 هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا اشتمه بمزاجي بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في خمس مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير قول يا احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. اه ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. اه بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا محدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم في انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. اه تعال نشوف تعال نشوف يا بسرعه يا يا ده يا ايه ده. يلا بينا يا جدعان يلا بينا. ده مغمى عليه ده اوفر دوز شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات شكله مات. والله ما قتلتوش ما عملتش حاجه. انت عبيط يا ما يمكن عايش. صح يمكن عايش. امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط عايش عايش. يبقى بكره عنده بطن. كنت على قد تعالى هنا يا
تعال. عايز ايه يا عم؟ تعال هنا يا يلا، روح انده الاسعاف. طب ما انتصر بيهم بدل المشوره وغلاوه امك او الشارع. يا دول في الشارع اللي ورانا يا متضايق ولا؟ طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا استاذ، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا استاذ. ماشي. بقول لك ما تخليني اعمل اي حاجه واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه. كده كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشاه بهانه؟ ايوه تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه تعالي. نعم. روح هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دو. عندك دو؟ اه بتعجزيني. طب روح هاتي حشيش افغاني. عندي دو. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دو. انت فاتحه تلاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخونك. مخمر بيخونني؟ اه. مع مين؟ مع مراتي. وانت عارف؟ اه ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منه. اني هعمل لهم ايه؟ يعني مفيش في قلبك نحراره يا بيه؟ اهدي. ايه؟ اهدي يا بيه، ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ اه جرح عميق، ده عايش شاش وقطن ومخرخروه. ده؟ اه ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي هات شاش وقطن ومخرخروه. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دو. اهدي. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاك تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه؟ آه. انا كنت بكلم في الموبايل. آه. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. ياه. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوة. طفي معانا الشمع يا فاطمة. اسمعي كلامهم يا فاطمة. لسه هاهو. أيوة. العربية ولعت. حرام عليك، أنا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك إيه يا فاطمة؟ إيه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له إيه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب أقول لك عيد الحادثة تاني بس آخد دفعة. أنا كنت بتكلم في التليفون. كنت بكلم واحدة صاحبتي. أيوة. كان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة. وبعدين قالوا لي يا فاطمة. أيوة.